السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ساحر تائب. قضى السحر حوالي 15 سنة في هذا المجال. درت كل أنواع تاع السحر، الشعوذة، الله يغفر لي ولكم. أود فقط أن أتوب، عندي حوالي عام ونصف من التوبة النصوحة بإذن الله. أنا أعلم أني هذا الأعمال اللي عملتهم أعمال كارثية، كانوا يجوني كثير من العائلات، كان يجوني الكثير من الناس، منهم إطار الدولة، ومنهم في مناصب عليا كي أعمل لهم كتب أو حرز للحماية أو للمنافسة أو للحصول على منصب. جيت باش نقول لكم أن هذا الأعمال اللي كنت نعمل فيها أعمال جد قذرة، كاين حتى اللي مات، وأعمال حتى اللي تعوق حركيا وجسديا، حركيا عفوا وذهنيا، كاين حتى اللي هبل رجع مريض نفسيا، يقطع في الملابس تاعو في الشارع بفضل الأعمال اللي درتهم الشيطانية. كانوا معايا تقريبا 4 ملوك من الجن، كل ملك من الجن عنده تقريبا 300 400 600 خادم من الجن، وكلهم كانوا تحت السيطرة تاعي، كلهم كانوا تحت السيطرة تاعي. كنت بمجرد نرفع صبعي أو أتمتم بكلمات هما علموها لي. كان يقضى الصالح، كنت أقضي الصلائح بمجرد الكلمات نقولهم. تعلمت هذا السحر وهذه الشعوذة عندما كان في عمري 15 سنة. عندما كان في عمري 15 سنة كنت عايش في واحد القرية صغيرة. القرية هذه معروفة بالزوايا، معروفة بالقرآن، ومعروفين محافظين. كنت نوض الجامع في الفجر أنا والأخ الأكبر تاعي دائما في الفجر. ويوم من الأيام أصحاب الأخ تاعي شافوني، ولما شافوني عرفوا باللي هذا الطفل عنده معجزات أو عنده بركات كما يسموها إلهية، وهي غير بركات إلهية، باللغة العربية زهري، زهري الدم وزهري العينين وزهري الكف. أنا كانوا عندي 3 صفات روعة، كانوا بالدم هذاك يطيقوا يخلقوا طاقات نورانية تساعدهم كي يتموا القوة تاعهم، كي تكبر القوة تاعهم. وشافوا فيها الصفات هذاك الطفل اللي عنده القوة، اللي يطيق يسخر القوة واللي يطيق يدير القوة ويشافي الناس ويجلب الحبيب ويجلب الثروة المال. كانت عنده هذيك القوة، وانا هو هذاك الطفل الصغير البارئ اللي ما كنتش عارف باللي الاعمال هذه اعمال شرك بالله. المهم كان في عمري حوالي 15 سنة عندما كنت اذهب عند اصحاب اخي،
لما كبرت في عمري 16 سنة هكذا، قال لي صاحب الأخ أن هناك شيخ من الشيوخ تروح تقرأ عنده. وفعلا كنت نقرأ عنده كما أي أيها التلاميذ حوالي شهر بديت، وعندما أكملت الشهر تاعي الشيخ من الشيوخ قال لي: يا ودي يا ولدي، أنت تستطيع أن تكون قائد، يعني تستطيع أن تكون كما نقول ولي من أولياء الله الصالحين، تكون واحد منهم. قال لي بشروط باش تكون ولي من ولياء الله الصالحين، كاين أعمال لازم تعملهم. وأنا كنت في شدة الفرح باش تكون ولي من أولياء الله الصالحين في هذيك المرتبة. كنت دائما أنام في الليل وأحلم كي أكون من أولياء الله الصالحين. بشوية 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 كان يقول لي أن ترسم واحد الرسومات، وهي رسومات شركية، أسبوعا ترسم فيه الرسومات في المنزل، تشعل 4 شمعات، شمعة هنا وشمعة هنا وشمعة هنا وشمعة هنا، ويعطيك 7 ورق بيض لا نقاط فيها. كان يعطيني 7 ورق بيض لا نقاط فيها، كنت أكتب واحد الكلمات أنا لا أفهمها طبعا، واحد الرسومات لا أفهمها ولا أفهم معناها، لكن هو أعطاني الكتاب الذي أستنسخ منه الكتابات والرسومات. طبعا فاتت السمانة الأولى، الأسبوع الأول، جاء الأسبوع الثاني قال لي راك في مرتبة قريب توصل. الأسبوع الثاني باش توصل المراتب، كان مرتبة الأولى، مرتبة الثانية، مرتبة الثالثة، مرتبة الرابعة، إلى حد المرتبة السابعة هو ولي من أولياء الله الصالحين. طبعا قال لي مرتبة الأولى الأسبوع الأول راك فتورك في المرتبة الأولى، خاصك المرتبة السابعة، خاصك المرتبة الثانية عفوا، وهي المرتبة الثانية هي ما تدوش ما تطهرش عافاكم الله مدة 40 يوما، 40 يوما على جنابة، 40 يوما على جنابة، وإذا دخلت المنحاض لا تتطهر عندما تفعل الغائط أو البول عافاكم وحشاكم والعياذ بالله. حتى عادت رائحتي نتنة، رائحتي جد 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 نتنة والعياذ بالله. وفاتت المرتبة الثانية، وفت المرتبة الثالثة، وفت المرتبة الرابعة والخامسة، وكذلك كل أسبوع يعطيك شيء تعمله، كل أسبوع يعطيك شيء تعمله، وأنا في قمة الفرح وفي قمة الصروح إني أصبح ولي من أولياء الله الصالحين، وتصبح عندي بركات، وقال لي أنك ستصبح عندك بركات، وتصبح عندك قوة خارقة، وتصبح تشفي المرضى، وتصبح كذا وتصبح كذا، وهي في الحقيقة خزبالات لا أساس لها من الصحة تماما تماما، لا أساس لها من الصحة. حتى وصلت إلى المرتبة السابعة وهي الشرك بالله، ولا أريد أن أبوح في المرتبة السابعة ماذا فعلت، لوهل
لوهل الصورة. لو أقول لكم فأنا أستحي ومستحي الآن على هذه الكلمات. استخدمت السحر حوالي 17 سنة، حوالي 17 سنة وأنا أستخدم في السحر والشعوذة. شردت الكثيرين ودمرت كثيرين ودمرت عائلات كثيرين وجننت كثيرين وفعلت ما فعلت آلاف النساء وآلاف الرجال ضحايا وآلاف الأطفال وأمراض السرطان. هذه نصيحة من عندي والله ثم والله. أمراض السرطان ثم أمراض السرطان ثم أمراض السرطان، 99 من أمراض السرطان سببهم الشيطان، 99 من أمراض السرطان سببهم الجن والسحر. لم يكن السرطان موجود في أسلافنا في قديم الزمان، إلا عندما تطور السحر وتطورت الشعوذة وتطور الجن. طبعا الجن يتطورون كما نحن نتطور، نحن تطورنا على أسلافنا من قبل، عندنا طيارات وعندنا وصلنا القمر وعندنا الهاتف. من هنا تتكلم مع صاحبك في أمريكا بالهاتف. هم أيضا يتطورون في الشعوذة والسحر كما أنت تتطور في العلاج في الرقية وتجتهد، وكل يوم يخرج شيء جديد في الرقية. هم أيضا يتطورون في السحر وهم أقوياء جدا 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 علينا في مجال التطور أو في مجال السحر أو في مجال الطب أو في مجال كل شيء. هم طبعا خلقوا قبلنا بآلاف السنين، والواحد فيهم يعيش تقريبا 6000 سنة، 7000 سنة، 8000 سنة، كل واحد كم يعيش. عنده خبرة عليك وقوة عليك بدنية وعقلية وخبرة. أنت ضعيف، إنسان ضعيف على قدرة الجن، ضعيف تماما. لو يريد أن يأتيك تكون في الصين وهنا، وأنت هنا يأتيك من الصين إلى هنا في رمشة عين، في رمشة عين ويأتيك ويأذيك عفوا ويقضي مغرضه ويذهب وأنت لا تدري. عفانا الله وعفاكم. أسأل الله أن يغفر لي ما تقدم لي من ذنب وما تأخر. اليوم أتيتكم بهذا الفيديو، بهذا المقطع. سوف نعمل مقطع ثاني نوضح لكم كيفية السحر، كيفية يسحرك والعياذ بالله. وأنصحكم بالصلاة والفجر وقراءة القرآن. إذا كنتم تريدون أن تحسنوا أنفسكم، وسآتي بمقاطع كثيرة عن التحسين. المهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفانا وعفاكم، وأسأل الله العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا